بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحلة الابتدائية الصف الأول، فصل الدراسي الثاني، مادة لغتي. موضوع الدرس من الوحدة السادسة، صحتي وغذائي، طعام ملوث. إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم أحبائي هذا اليوم الطعام الملوث وما هو الطعام الملوث، كذلك الطعام النظيف وكيف نحدد أن الطعام نظيف، كذلك سنتعلم أن نحن من نختار نوع الطعام الذي نأكله، وكذلك نستخدم هو للمذكر وهي للمؤنث. قال المعلم: هل تعلمون يا أبنائي أن زميلكم محمدا يرقد في المستشفى؟ عمر: لما هو في المستشفى؟ لأنه أكل طعاما ملوثا اشتراه من أحد الباعة الجوالين فأصابه ألم في بطنه. صالح: ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمدا ونطمئن على صحتي؟ أحسنت يا صالح وبارك الله فيك. دعونا نعيد قراءة هذا النص وهذه القصة ونحدد الفوائد وكذلك نركز على المهارات اللغوية. قال، لاحظ حرفه القاف هنا صوت طويل مد بالألف. قال المعلم، المعلم، اللام هنا قمرية لوجود السكون لأنها تنطق، وكذلك أتى بعد حرف الميم من حروف اللام القمرية. نشاهد اللام هنا شدة وكسرة، ننطق الشدة ال ثم كسرة لي. المعلم، المعلم، الميم ضمة، مو تنتهي الكلمة بالضم، ميم آخر الكلمة بالضم، مو المعلم. قال المعلم: هل، شاهد هنا مقطع ساكن ها وبعدها اللام عليه سكون ال، هل، نتوقف إشارة حمراء، هنالك مقطع ساكن تاء، تاء فتحة وعين سكون، توقف عند العين تاء، ثم اللام فتحة والميم ضمة صوت طويل بواو المد، وآخر حرف الكلمة ناء فتحة تعلمون. كذلك هنا يا بألف المد، يا صوت طويل، أب هنا مقطع ساكن نتوقف، الألف والباء نتوقف عند الباء سكون إشارة حمراء، أب يا أب، نون كذلك صوت طويل مد بالألف، نا ثم الهمزة كذلك صوت طويل ممدود بالياء، يا أبنائي، هل تعلمون يا أبنائي؟ إذا نقرأ هذه الجمل قراءة سريعة. نبدأ. قال المعلم: هل تعلمون يا أبنائي؟ هنا نلاحظ النون شدة وفتحة، ننطق الشدة أولا إن، قلنا الشدة كالمطبات نهدئ عند الحرف لا نتوقف، نقول إن، لما تكون سكون إشارة حمراء نتوقف، نقول إن، توقف قطعي. إذا شدة ننطق الشدة ثم الفتحة أن ثم فتحة نا
أن. الكلمة التالية نلاحظ حرف الزاي فتحة ز، ميم كسرة مي، صوت طويل بالياء ممدود مي، اللام فتحة لا، الكاف ضمة كو، آخر الكلمة حرف الميم ساكن ام. ام زميلكم. كلمة ثالثة مو، ميم ضمة مو، حاء، حاء فتحة حاء، ثم ميم حركتان شدة وفتحة، ننطق الشدة أولا كما تعودنا ام، نهدئ ام ثم فتحة ما. الحرف الأخير دال، تنوين بالفتح دن. الألف في آخر كلمة هنا زائد فقط نضعه عندما يكون تنوين بالفتح، قلنا تنوين بالفتح كالطائر أو الصقر لابد أن نضع له عمودا يقف عليه. نقرأ كلمة محمدا، محمدا. السطر الثاني يا فتحة راء سكون ار ير، ثم قاف ضمة قو، دال ضمة دو، ير قدو، ير قدو. نلاحظ السكون نتوقف شكل تام، ير نتوقف ثم نكمل ما بعد التوقف هذا، قاف ضمة دال ضمة قدو، ير قدو. في هنا فاء كسرة صوت طويل ممدود بالياء، في ذكر حروف المد الألف والواو والياء. كلمة في السطر الثالث ال، لسان يرتفع الأعلى لام قمرية ال، مس السين سكون نتوقف، ميم ضمة ثم سكون. إذن حرف السين مقطع ساكن نتوقف عند السين، ال مس ثم تاء فتحة وشين سكون كذلك مقطع ساكن. إذن هذه الكلمة يوجد كم مقطع ساكن؟ اثنان، أحسنتم، عند حرف السين وعند حرف الشين. المس تش فا. نلاحظ هنا الصورة أحبائي ونعبر عنها. الصورة الأولى صورة، أحسنتم، مستشفى طبيب، كذلك سيارة الإسعاف التي تنقل المرضى إلى المستشفى، كذلك الصورة التالية، نعم هو سرير الذي يرقد عليه المريض. هنا نلاحظ نعم أخصائي الإسعاف الذي ينقل المريض إلى المستشفى، رائع. إذن جميع هذه الصور توجد وتدلنا على مكان المستشفى، أحسنتم. لاحظ كلمة مستشفى، من يقوم بالتهجئة لحروف مستشفى؟ الحرف الأول ميم ضمة، أحسنت، كيف تنطق؟ مو، رائع. الحرف الثاني سين سكون نتوقف، شارة حمراء، اس بطل. الحرف الثالث تاء فتحة، رائع، ينطق تاء. حرف الرابع شين سكون، أحسنت، مقطع ساكن نتوقف، إيش. الحرف الخامس فاء فتحة، ممتاز، من قال فاء فتحة؟ تنطق فاء، فاء، أحسنت. ثم ألف مقصورة بعد الفاء، ممتاز. إذن تقرأ مستشفى. هنا أحبائي نلاحظ ونعبر
عن هذه الصور. الصورة الأولى صورة الولد يشتري من البائع المتجول في الشارع الذي يحمل عربة ينقلها من مكان إلى آخر ويبيع بالطريق عند دخان السيارات وعند الغبار وعند الهواء الملوث. كذلك نلاحظ هنا سيارات الآيس كريم، كذلك نكون حذرين، فهو بائع متنقل ليس له مكان محدد، وقد لا يلتزم بنظافة الآيس كريم ونظافة الأدوات التي يستخدمها وينقل لنا الجراثيم والأمراض. إذا لاحظ من هذه الصور تحمل صورة بائع متجول، لأن قلنا البائع المتجول قد يحمل في طعامه الجراثيم وتكون كذلك جانبه وعلى الأطعمة الحشرات، وكذلك مكانه في الطريق عند السيارات وعند الدخان الملوث الذي في الهواء ويلوث هذه الأطعمة. إذا درس اليوم أحبائي طعام ملوث. نقرأ قراءة سريعة. هل تعلمون يا أبنائي أن زميلكم محمدا يرقد في المستشفى؟ قال عمر: لما هو في المستشفى؟ هو وهي. ما الفرق بين هو وهي؟ أحسنت، هو للمذكر للولد، للرجل للإسم المذكر، وهي للمؤنث. أحسنتم، للمؤنث للبنت للإسم المؤنث. مثل ماذا؟ دعونا نأخذ أمثلة. هو طبيب، رجل طبيب. الطبيبة ماذا نقول؟ هي طبيبة. ممتاز. إذن هو طبيب، هي طبيبة. نكمل. لأنه أكل طعاما ملوثا اشتراه من أحد الباعة الجوالين فأصابه ألم في بطنه. لاحظ الصورة، صورة محمد لما تألم من بطنه عندما أكل من الباعة الجوالين الذين يبيعون بالطرقات والأسواق والحدائق. قلنا أحبائي ملوث، ما معنى ملوث؟ ملوث يعني اختلط به الغبار والحشرات. ماذا قال صالح؟ ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمدا ونطمئن على صحته؟ ماذا قال المعلم؟ أحسنت يا صالح وبارك الله فيك. نضع علامة صح أحبائي للسلوك الصحيح وعلامة خطأ للسلوك الخاطئ. لاحظ هذه الصور. نأكل الطعام الملوث، نضع صح أم خطأ؟ خطأ. الكلمة التالية، لا نأكل الطعام الملوث، نضع صح. أحسنتم، لوجود كلمة لا التي تنفي هذا الفعل. نأكل الطعام النظيف، صح. أحسنتم. نأتي للجملة الثانية، لا نأكل الطعام النظيف، خطأ. أحسنتم. إذن وجود لا تنفي أننا نأكل الطعام النظيف. تعلمنا أحبائي هذا اليوم ما هو الطعام الملوث وما هو الطعام النظيف، وكذلك نحن من نختار نوع الطعام. كذلك تعلمنا استخدام اسم الإشارة هو للمذكر وهي للمؤنث.